ينضم معنا عبر سكايب سيد حسن خريشي نائب رئيس المجلس التشريعي المحل. مساء الخير لك سيد حسن. خيرات لك ولكل مشاهدين. أهلا بك. يعني بداية سيد حسن، عندما نتحدث أن هل نعتبر أن فشلت الإدارة الأمريكية من خلال بلينكين في التوصل إلى وقف العدوان على قطاع غزة؟ يعني زيارة بلينكين لم تكن لوقف هذا العدوان على قطاع غزة، وإنما جاءت للحديث عن مساعدات وهدنة إنسانية والبحث في مشروع الإطار أو اتفاق الإطار الذي كان في نتائج اجتماع باريس المخابرات في باريس، وبالتالي وورقة واستلام ورقة أو ردود المقاومة الفلسطينية على المقترح الذي قدم في باريس. وبالتالي هو لم يتحدث ولا مرة لا هو ولا الإدارة الأمريكية عن وقف إطلاق النار الشامل، وإنما تحدثوا عن هدن إنسانية الهدف منها هو أخذ أسرى الاحتلال والجنسيات المزدوجة من المقاومين الفلسطينيين ليحرروهم كما يقولون، لكن الهدف النهائي هو يقولون أنه لابد من الاستمرار في هذه المعركة، وأكد دائما على حق دولة الاحتلال بالدفاع عن نفسها كما يقولون، وأنه هذه العملية مستمرة من أجل تحقيق أهدافها وهي القضاء على المقاومة الفلسطيني في قطاع غزة. طب هنا يعني دكتور حسن، باعتقادك يعني عندما نتحدث عن خطورة العملية البرية اليوم باجتياح رفح، وهذا بالأمر يعني العديد أشار أنه يهدد الأمن القومي المصري، ودور القاهرة هو الأبرز بين قوسين لوقفه، ما الآلية التي يمكن أن تأتي فيها هذه العملية البرية إن تمت على رفح؟ يعني أولا نتنياهو يتحدث عن استعداده وطلب من الجيش التحضير لاجتياح رفح، هذا أولا. بالمقابل هو يقول أنه توفير ممرات آمنة للناس من أجل الخروج من رفح، باعتبار رفح هي مدينة صغيرة مكتظة جدا بالنازحين وسكان أيضا رفح، ويبلغ الآن العدد الإجمالي في رفح تحديدا أكثر من 1.25 مليون أو 1.4 مليون فلسطيني نزحوا من الشمال والوسط إلى رفح باعتبارها منطقة آمنة، وهكذا طلب منهم الإسرائيليين في فترة سابقة. واليوم أنا أعتقد لا توجد منطقة آمنة في كل قطاع غزة، فما بالك عند الحديث عن رفح هذه المدينة الصغيرة. وبالتالي أنا أعتقد نتنياهو يحاول أن يحقق حلمه القديم الجديد من خلال تهجير أو تهجير قسري للناس من رفح من قطاع غزة بشكل عام إلى سيناء بشكل خاص، هذا جانب. والجانب الآخر قد يكون هو عملية استعراضية ليست إلا، بمعنى أنه يمارس هو وحكومته ضغوطا كبيرة على المقاومة الفلسطينية من خلال يعني لتخفيض سقف المطالب الفلسطينية في قضية صفقة التبادل أو مطالباتهم بوقف هذا العدوان الشامل ورفع الحصار وكل المطالب الأخرى التي تحدث عنها الورقة الفلسطينية التي قدمت إلى الإسرائيليين. هذا قد يكون ذلك. اليوم نحن أنا أعتقد يعني كل عالمنا العربي للأسف الشديد وأيضا العالم الغربي بشكل عام يتحدث حول أنه لا يريد لهذه العملية أن تتم، لأنها ستشكل مجازر حقيقية كبيرة وكارثية أكبر مما جرى في شمال ووسط قطاع غزة، وبالتالي هم لا يريدوها، وكأنهم يعلنوا براءتهم من هذه العملية أو ليقولوا في المستقبل أنهم قلنا لكم ذلك قلنا لكم ذلك، وهم يمارسوا حقيقة ضغوط على وسطاء العرب تحديدا من أجل الضغط على المقاومة الفلسطينية تخفيض مطالبها والالتزام بالمطالب الإسرائيلية اللي بتحدثوا عنها، وبالتالي قد تكون هي خطوة تفاوضية بالهواء على الهواء بشكل مباشر أو بالإعلام، وقد تكون أيضا يعني قد يتم فعلها على اعتبار نتنياهو يريد أن يحقق هو وحكومته أشياء يعني إنجازات لم يستطع أن يحققها طوال 127 يوم من هذه الحرب الدموية وحرب الإبادة ضد شعبنا. طب هنا أيضا يعني حذر مصدر من قيادات حركة حماس اليوم الاحتلال أن أي عملية عسكرية قد يشن هذا الاحتلال على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة سيؤدي إلى نسف المفاوضات المتعلقة بتبادل الأسرى بين الطرفين، يعني بالتالي يعني هي حماس هنا تنذر الاحتلال باقترابه من رفح، وبالتالي لا مفاوضات إذن بهذا الشأن في حال أقدم الاحتلال على هذه العملية.
أولا حتى اللحظة لا نستطيع أن نقول أن ما يجري هو مفاوضات، وإنما هي مشروع قدم من قبل أجهزة مخابرات الأمريكية والإسرائيلية والمصرية وأيضا القطريين في هذا الاتجاه، قدموا هذا المشروع واتفقوا عليه، وبالتالي سلمت هذه الأوراق للمعنيين للإسرائيليين كما سلمت للمقاومة الفلسطينية. المقاومة الفلسطينية تأخرت قليلا بالرد، وكان الرد هو رد جماعي فلسطيني، بمعنى أن لم تنفرد حماس بهذا الرد، وإنما كل قوى المقاومة هي التي شاركت في ذلك، على اعتبار أنه يعني هذا الصراع لا يشمل فقط حماس وإنما يشمل كل الشعب الفلسطيني أينما وجد، وبالتالي كان الرد فلسطينيا موحدا بهذه المطالب التي تحدثنا عنها. وبالتالي يعني الإسرائيليين والأوروبيين يمارسوا ضغوط حقيقة على أشقائنا العرب من أجل الضغط على المقاومة للقبول بما يمليه الإسرائيليين، وبالتالي هذا الأمر أنا أعتقد أصبح خارج هذا السياق. وبالتالي هنا تأتي يعني المقاومة الفلسطينية تقول كلمتها، حقيقة الإسرائيليين لم يحققوا أي من أهدافهم سواء كانت المعلنة أو غير المعلنة في هذه الحرب، وبالتالي هم يبحثوا عن نصر أي كان هذا النصر. سابقا كانوا يأملوا من خلال بلينكين والوعود التي قدمت من بلينكين للإسرائيليين أنه سيعطوهم يعني لنقول إنجاز كبير، وهو عملية تطبيع كبرى مع كبرى الدول العربية والإسلامية اللي هي السعودية، والسعوديين في آخر لحظة قال وزير الخارجية أو وزارة الخارجية أصدرت بيان أنه هذا لا يمكن إلا بعد وقف إطلاق النار، وبعد أيضا الإقرار أو التعهد بإقامة دولة فلسطينية مستقبلا. هذا الكلام أحبط الإسرائيليين، وبالتالي هم يبحثوا عن شكل من أشكال الانتصار ويروا في تهديد من رفح فرصة، وبالتالي المقاومة الفلسطينية تقول بشكل واضح أنه يعني هم لم يستطيعوا فعل شيء في لا شمال ولا في الوسط ولا حتى اليوم. هم بدأوا هذه المعركة من خلال أطراف مدينة رفح، لكن الحقيقة الخطر في هذا الموضوع هو أن ذلك سيحشر الفلسطينيين في ممر ضيق ليس أمامهم سوى يعني النزوح بحثا عن منطقة آمنة، وهذه المنطقة قد تكون سيناء. فبالتالي موقف اليوم عليه كل التعويل، هذا جانب مهم. لكن حقيقة أنا على المستوى الشخصي أعتقد أنه أشقائنا العرب قصروا معنا بتقصير كبير مع الشعب الفلسطيني ومقاومته، لأنه في هناك يعني كان اجتماع كبير في قمة عربية وإسلامية عقدت بعد 36 يوم من هذه الحرب، وهذه القمة اتخذت عدد من القرارات الكثيرة والكبيرة التي عول الناس أنه ستنفذ جزء كبير منها، لكن للأسف لم ينفذ ولا قرار واحد، وإنما شكلوا لجنة وزارية. هذه اللجنة الوزارية ذهبت إلى كل العالم تتوسل من أجل وقف إطلاق النار وفشلت، والذي أفشل هذه الدعوة هو الأمريكان باختصار، سواء كان في مجلس الأمن من خلال الفيتو أو حتى بتعطيل المشروع العربي الذي قدم لوقف إطلاق النار، وتحول من وقف إطلاق النار إلى زيادة المساعدة الإنسانية التي لم تصل حتى اللحظة لا لشمال قطاع غزة ولا غيرهم، وبالتالي ما زالت يعني حرب التجويع والتعطيش وخلينا نقول والقتل. كل هذا القائم في قطاع غزة، وبالتالي من حق المقاومة أن تقول أن دخولهم إلى رفح أيضا سيلاقي نفس المصير، وأنا أعتقد الشعب الفلسطيني ومقاومة ستفشل أي عدوان أي كان شكله ومضمونه. طب هنا دكتور يعني حسن، باعتقادك أهمية يعني قبل قليل وصل الرئيس محمود عباس مساء هذا اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة، وسيلتقي غدا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني في إطار استمرار المشاورات حول وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا. لربما كانت هناك أيضا بعض المصادر تشير إلى أنه سيلتقي أيضا بإسماعيل هنية، وبالتالي ماذا سينتج عن أهمية لهذا اللقاء إن تم؟ أولا كان هناك لقاء قبل ذلك لخمس دول عربية، وزراء خارجية خمس دول عربية تحدثوا بنفس الشكل ونفس المضمون ونفس المطالبات، لكن قدرة هذا النظام العربي بإحداث تغيير حقيقي والضغط على الأمريكان والإسرائيليين من أجل وقف إطلاق النار ما زالت أنا أشكك فيها، رغم أنهم يمتلكوا الإمكانيات لكنهم يبدو أنهم لا يمتلكوا الرغبة.
جيد أن يقوم الرئيس محمود عباس بزيارة قطر هذه الأيام، لكن الأساس في كل ذلك هو أن نبحث نحن الفلسطينيين عن وحدة شعبنا وأدواتنا، وأن يعني نترك هذا الانقسام وراء ظهورنا. اليوم الدم الفلسطيني يراق بشكل كبير، والكارثة والحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني أينما وجد لا تستثني لا المفاوضين ولا المقاومين، الكل الآن تحت المطرقة الإسرائيلية، والإسرائيليين يستغلوا كل ما يجري في قطاع غزة من أجل مزيد الاستيطان والمستوطنات. وهذا اليوم سمعنا أن هناك حي جديد سيقام في القدس للمستوطنين، والعالم كله منشغل بما يجري في غزة. وبالتالي المطلوب من الرئيس محمود عباس ومن كل القيادات الفلسطينية أو من يدعي أنه قائد فلسطيني أن يرتفع إلى مستوى الدم ومستوى المعاناة التي يعيشها شعبنا، لأن هؤلاء ليسوا غرباء، هم أبناء شعبنا، هم الناس اللي بيقدموا بضحوا، هم اللي أعادوا القضية فلسطيني إلى أدخلوا هذه القضية إلى كل بيت في هذا العالم، وكل بيت أصبح مجبرا أن يرى هذه المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني. ومن هنا أصبحت عملية التضامن الكبرى مع الشعب الفلسطيني، وتحديدا مع يعني من شعوب أوروبا ومن شعوب الأمريكية، سواء كان في الأمريكا الشمالية أو الأمريكا الجنوبية. وكل هذا يجري نتاج هذه المقاومة اللي انتصرت في 7 أكتوبر، وما زال هذا الانتصار حتى اللحظة قائما، وسيبقى إن شاء الله بتكاتف شعبنا وبوحدة شعبنا، وأن تكبر هذه الحاضنة الشعبية اللي حقيقة تحتضن وتلتصق مع هذه المقاومة، باعتبار أنه لا خيار آخر أمام الفلسطيني سوى أن يقاتل من أجل كرامته ومن أجل أرضه ومن أجل أيضا استعادة حقوقه التي سلبت منذ أكثر من 75 عاما. وبالتالي المطلوب يعني أنا بقول للرئيس بشكل واضح، المفروض أن تلتقي مع كل ما قيادة المقاومة، لأنه حقيقة اليوم الفوارق انتهت بيننا جميعا، وبالتالي كل مدعو أن يساهم بجزء مما يستطيع، جزء من قدراته في هذه المعركة اللي تستهدف كل أبناء شعب الفلسطيني، سواء كانوا في الضفة في قطاع غزة أو بالقدس أو في الداخل 48 أو حتى في الشتات. وبالتالي الكل يقوم بدوره، شبابنا وجالياتنا في الغرب تحديدا والجاليات الفلسطينية في كل مكان مسنودة ومدعومة من الجاليات العربية، تقوم بدور تحريضي وبدور يعني جلب الداعمين والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني. هذا أولا. أهلنا في 48 هم أيضا يقوموا بواجبهم، وهنا المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، هذه المقاومة اللي عنوانها كان يعني الفدائيين الجدد، وقضية استهداف المخيمات الفلسطينية بشكل كامل من قبل الإسرائيليين، سواء كان تدميرا أو هدما للبيوت أو قتلا للناس أو تخريب في البنى التحتية، وكأنهم يريدوا أن يعاقبوا الشعب الفلسطيني كله. وبالتالي هذا الأمر أنا بعتقد لم يعد أحد على الحياد، الكل يجب أن يكون منخرط في هذه المعركة اللي هي حقيقة الإسرائيليين يسموها وجودية، ونحن أيضا نسميها معركة وجودية، لأنه أول مرة الفلسطيني ينتصر في معركة ويشعر حقيقة. أنا كفلسطيني وأنت كفلسطيني تشعر بالإحباط من هذه المواقف العربية اللي للأسف شديد كنا نعول عليهم كثيرا، وعلى بعض العالم الإسلامي اللي كنا نعتقد أنه هؤلاء يعني حلفاء للشعب الفلسطيني. لم يبقى من هؤلاء الحلفاء إلا الحليف اللبناني وهو حزب الله، والحليف الحوثي اللي يعني أنصار الله ما زالوا في اليمن. هؤلاء فقط هم الذين يقفوا ويساندوا في جبهة مساندة ومشاركة ضد هذا العدوان مع أو تضامنا مع شعبنا الفلسطيني الذي يتعرض لنكبة أو خلينا نقول لحرب إبادة مستمرة منذ أكثر من 127 يوما حتى اللحظة. طب دكتور حسن، يعني سؤال أخير، يعني لو عدنا إلى ملف المبادرات لإتمام الصفقة، إلى أي درجة وصلت يعني إتمامها باعتقادك، وأيضا ما الذي يعيقها من زاوية إسرائيلية؟ أولا الذي يعيقها هو التوجه اليميني داخل دولة الكيان والإجماع الصهيوني على استمرار في هذه الحرب لتحقيق أهدافها. برزت بالفترة الأخيرة بعض الأصوات وتظاهرات الطالب بإقالة نتنياهو، وأيضا تظاهرات للطالب أنهم يريدوا أبنائهم أحياء. القصة والمعركة ليست فقط من أجل يعني الأسرى فقط، هم الأمريكان والإسرائيليين يريدوا أن يقولوا أن عنوان كل هذه الحرب هو الأسرى. لا، عنوان هذه الحرب هو قضية الشعب الفلسطيني الممتد منذ أكثر من 75 عاما. هذا أولا. وثانيا، البعض يحاول أن يصغر هذا الصراع، يقزمه. الصراع بالأساس هو صراع عربي صهيوني أو عربي إسرائيلي. اليوم بعد ذلك قالوا فلسطيني إسرائيلي. اليوم البعض للأسف يقول بين حماس والإسرائيليين. لا، هذا الصراع هو صراع عربي بالأساس،
وأيضا فلسطيني ويشمل كل الفلسطينيين، ويجب ألا يقزم بأي طريقة أخرى. الذي يعطل ذلك هو يعني خلينا نقول التفاوض اللي يعني عبر وسائل الإعلام. ونريد أن نؤكد مرة أخرى إنه حتى الإسرائيليين عندما يتحدثوا هم يتحدثوا يعني الأمريكان يتحدثوا كأنهم صدى صوت للموقف الإسرائيلي، لم يغيروا شيئا. البعض تفائل انه بايدن تحدث قليلا حول التهدئه وحول يعني انهاء هذه الحرب بصوره او باخرى، لكنه اين كان يتحدث؟ وكان يتحدث وكانه يخوض يعني في حمله انتخابيه مبكره، يتحدث مع العرب والمسلمين في ديتريوت في المنطقة التي تصنع فيها السيارات في أمريكا، ولأن الجالية الفلسطينية والعربية رفضت اللقاء مع بايدن للبحث ذلك، والكل يصر أنه أولا وقف العدوان ثم بعد ذلك ممكن أن يتحدثوا مع بايدن، وبالتالي بايدن تحدث هكذا لأنه يريد أصوات انتخابية وليس موقفا مبدئيا. موقف المبدئي الذي حمله بلينكن والذي يقول أن هذه الحرب ستستمر حتى تحقيق أهدافها، وأهدافها كما يعلم الجميع واللي حدد نتنياهو هو إنهاء المقاومة الفلسطينية، وهذا لن يحصل، وأيضا تحرير الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية. وبالتالي العنوان الأساسي في هذا الموضوع الآن الإسرائيليين يريدوا أن يقولوا العنوان هو الأسرى، والشعب الفلسطيني يريد أن يقول أن حقوقه هي العنوان الأساسي. وبالتالي بين هذا وذاك أنا أعتقد هناك ضغوط تمارس على المقاومة الفلسطينية من أجل يعني تخفيض سقف مطالبها كما قلت سابقا، وهذا الأمر. والأمر الآخر يعني اللي بتحدث فيه الإسرائيليين أنهم مستمرون في حربهم بالرغم من الخلافات الداخلية داخل البيت الصهيوني نفسه، أنه هذا يعني سينسحب من الحكومة إذا جرت هذه الصفقة، وآخرين يقولوا أنه سيعطوا غطاء أو خلينا نقول يعني غطاء لهذه الحكومة يسد الفراغ إذا خرج المتصرفين من الحكومة. لكن أنا بنظر أن الحكومة الإسرائيلية سواء كانت يمينية أو يسارية هي بالأساس عقيدة الصهيونية تمارس دائما قتل الفلسطيني ومنع وتهجيره ومنع القوة. الأساس في هذا الموضوع أن هناك اتفاق داخل الصهيوني على استمرار هذه الحرب ضد شعبنا الفلسطيني من أجل شطب القضية الفلسطينية كما شطبوا يحاولوا شطب الأروة، هي الشاهد الأساسي والرئيسي نكبة الشعب الفلسطيني وكل المؤسسات الأخرى يعيق عملها. وبالتالي الأمريكان يعني هم أصحاب الملعب سواء كان في مجلس الأمن أو في كل هذه المؤسسات اللي كانت تدعي الديمقراطية والحرص على حقوق الإنسان، لكن تكشف كل هذا الأمر وأصبحت كل قيمهم وأخلاقهم اللي باعونا إياها سنوات طويلة يعني هي وهم ليس إلا، ولا يوجد عاقل فلسطيني ممكن أن يصدق هؤلاء أنهم لا دعاء تسوية ولا حل الدولة ولا حل الدولتين، وإنما هم يريدوا أن يكسبوا مزيد من الوقت، يريدوا أيضا أن يمارسوا حرب نفسية ضد الشعب الفلسطيني. لكن الشعب الفلسطيني بدأ يدرك تماما أنه هؤلاء هم أعداء الشعب الفلسطيني وليس أصدقاء، ولا يمكن أن يكونوا وسطاء، ولا يمكن أن يجلبوا لنا الدولة. الذي يجلب الدولة هو صمود شعبنا وأيضا صمود هذه المقاومة وانتصارها، ولا خيار آخر أمامنا سوى أن نستمر في هذا الصمود بالرغم من كل المآسي التي يراها كل هذا العالم بشكل يومي. أنا بتشكرك دكتور حسن خريش نائب رئيس المجلس التشريعي المحل، حدثنا عبر سكايب من طول كريم، شكرا جزيلا لك.